بالنسبة لنا سيدي الكريم، مارسنا مسألة التوعية في مشروع الدستور منذ 29 من يوليو الماضي إلى يومنا هذا، ونحن نقوم بجلسات التوعية ونقوم بالمناظرات، نقوم بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة مدن ليبيا من أجل الترابط والتواصل والعمل بطريقة موحدة من أجل توعية المواطن في مشروع الدستور، وهو الذي يكون السيد مصيره سواء بالرفض أو القبول. لكن مسألة التدليس ومسألة الإعلام الفاسد ومسألة أن هناك قنوات إعلامية وهناك وسائل إعلام تمول من الخارج وتمول من أطراف معينة لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور لأسباب ذكرتها ضيفتك الكريمة عضوة الهيئة، أسباب مختلفة ولكنهم اجتمعوا على إفساد مشروع الدستور. طيب بالنسبة للحديث عن القنوات الإعلامية، لو تواصلتم معنا ربما هنا في قناة التناصح فسنخصص لكم مساحة وتطرحون فيها مشروعكم ومدى أهمية هذا المشروع بالنسبة للبلاد. لماذا أنتم لا تتواصلون مع قنوات إعلامية؟ يا سيد الكريم، منذ انطلاقتنا ونحن نتواصل مع الإعلام جميع القنوات بكل اتجاهاتها السياسية تواصلنا معها، البعض تجاوب والبعض الآخر لا يتجاوب، ومع هذا الأكثرية بالأمانة الأكثرية من القنوات الموجودة في الساحة الآن الليبية تواصلوا معنا وغطوا بعض النشاطات التي عقدت في أكثر من 20 مدينة ليبية، ولكن للأسف الشديد ما نشاهده الآن ليس تغطية نشاطات الحراك وما إلى ذلك، ولكن هو ما يقام من برامج بهدف الإفساد، إفساد مشروع الدستور وإحداث مغالطات وأكاذيب ليست موجودة في مشروع الدستور، بدغدغة مشاعر الناس وبرفع شعار التهميش وبرفع شعارات التي تدغدغ مشاعر الناس وهي غير موجودة. الباطل الموجود هو أن هناك أطراف سياسية ترى أن مشروع الدستور لو تم إقراره من الشعب لأنه يقصيها، وهذا أمر منافي للحقيقة. مشروع الدستور قائم على ثواب الجامعة وقائم على البناء المشترك وقائم الليبيين السواسية دون استثناء، لكن هؤلاء يريدون أن يحكموا ليبيا دون وجود الأرضية الدستورية. طيب، القاعدة الدستورية الصحيحة، لذلك هم الآن يصرون على إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء للدستور.